بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. إذا أنت هسه ما عندك شغل وما عندك أي شغلة وأعطيك مبلغ من المال، رأسا راح تقول لي أنا شو أشتغل؟ ما أعرف أشتغل. إذا أريد أفتح ورشة يراد لي تكاليف هواية. فإن شاء الله راح أنزلكم سلسلة من الفيديوهات توجه عقليتك إلى شغلة أو صنعة أو مهنة معينة. أغلب الناس تفكر إما بتاكسي أو محل أسواق، وهذا التفكير ما أقول لك خاطئ، بس أكو بدائل أحسن من هاي البدائل. اللي قافل نهاية كله وما عنده أي صنعة راح يتجه إلى شغلة عمال البناء. بس أكو مهن متداولة ودائر مدائرنا، بس إحنا ما موجهة أفكارنا عليها، يعني ما نعرفها، ما نعرف أساسياتها، ما نعرف شنو. ومن تقول لواحد فتح لك ورشة، رأسا راح يقول أوه يراد لي كذا وكذا وكذا وكذا، والورشة هيجي وورشة هيجي، يعني راح يظلمها على نفسه. خلينا نقول المهنة إخوان، المهنة بيها محاسن هواية. أول شيء راح تفيد نفسك، الجيل اللي وراك راح يجي، ابنك صديقك راح يستفاد أيضا. دماغك اللي كان مشوش راح يتوجه يتركز على هذا الشيء. إيمانك راح يزيد، لأنه رزق هذا والرزق من الله، فراح ينصب عقلك كليته بالشغل مالتك. ما راح تحكي عن الناس، ما راح تباوع عن الناس، ما راح يعني تركز كل عقلك بهذه المهنة. هذا المشروع من فكرت به هواي ناس انتقدوا وقالوا ما حد يستاهل، الجيل هالوقت ما يفيد. لا اخوان، هذا غلط. احنا هذا الجيل مجرد يراد لتوجيه، يراد لواحد يقول له يابا هذا طريقك. اذا احنا نظل ساكتين، احنا خصوصا اصحاب المهن، وما نقول له يابا هذا الطريق، سهل له امر يا اخي، سهل له امر. لا تعلمه، ما اريدك تعلمه، بس قل له يابا هذا الطريق، يعني خلي يشوفك بفيديو انت اصحاب المهن، قل له يابا هذا الطريق، وهذا الطريق ترى سهل. يعني انا اليوم هسه رحت على شغله او شغلتين، ثلاث شغلات رحت عليها، هسه صورت فيديو واحد راح انزلكم اياه ان شاء الله. شفت بانه اي ورشه متباوع عليها، يعني حسب مثلا ورشه تباوع عليها شنو هاي كارتات اسمي اخوانها، ما سويتها بيوم وليله. انا بديت تعلمت ماطورات، وسعتها شويه شويه، وانا تعرفون فيديوهاتي نزلتها وقلت لكم كل تفاصيل حياتي. فانت فكر بالخطوه الاولى، اهم شيء الخطوه الاولى تخطيها صحيح. عندك عقل ويراد لك مهنه، مفاتيح المهن راح انزلكم اياها على شكل فيديوهات، ولو المهن البسيطه الدارجه. ترى حتى التجار اللي موجودين دا يشتغلون بالشورجه، خلينا نقول غير مكان، بداها ببسطيه، يعني خلينا نقول عربانه يبيع بيها، وشويه شويه افتهم الشغله، طمع بيها، عرف شلون يوجه نفسه، عرف شلون يشتغل. كل الناس ترى بدوا بخطوه اولى. زين، فانت يراد لك بس تخلي الخطوه الاولى وانت تمشي وياه. الله اعطاك عقل، والانترنت هذا موجود به، شو تريد تتعلم يعني به هواي شغلات اللي تفيدك، من ضمنها انا الفيديوهات اللي نزلتها. يعني انا بالنسبه للمهن مالتي بعد ما احكي عليها، لانه حكيت بما فيه الكفايه وعلمتكم بما فيه الكفايه، اللي يريد يشتغل كهربائيات هاي موجوده كليتها، وقلت لك الانترنت بي موجود هوايه. فهذا الجيل ان شاء الله نتامل من عنده كل الخير. وده تشوفون الناس طلعت المظاهرات وهاي كل تعلموا المهنه، وتوجه الدوله هسه بالشور راح يعلموهم المهن، ولهذا هسه ياخذون اسمائهم ويسوون احصائيات وحتى يفتحوا لهم دورات. فاذا رجعنا على شغله تعليم المهنه، هي هاي الصحيحه. الدول كلها تنبني بالمهن، دول عريقه انبنت بالمهن، يعني بالشغل مالتهم، صناعات، الصناعة، تطوير الصناعة شيء مهم. فإحنا إن شاء الله الغاية من هاي الفيديوهات توجيه أفكار الناس على المهنة. مجرد تخلي الخطوة الأولى ربك يسهل لك. فأني أي واحد يقدر يساعدني بفيديو، أجي للمحل يدز لي الفكرة أنا أصورها، يدز لي هو تصوير
مصور لي اياه على المهنه شلون بدا البدايه، ما اريد يصور للمحل بكبره حتى لا اللي يريد يتعلم يقول لك انا منين اجيب هاي المحل والادوات. انا هسه صورت لكم فيديو عن حداد، حداد جيراننا ابو علي، نشكره لانه صورنا الفيديو بمحله، اعطانا رؤوس نقاط شلون بدا بمحله وبعدين شلون طور المحل مالته. فانت يا اخي ابدي بدايه وحده والله يسهل لك ان شاء الله ويسهل للجميع، واتمنى الخير لكل الناس مثل ما انا دا الرزق اتمنى الرزق لكل الناس. فاستغل هاي الفرصه يا اخوان وابدي بدايه صحيحه، وشكرا لكم.